Technology is progressing faster than the world can keep pace. ولذلك انطلقت نيوم بمفهوم البدء من الصفر لتتسطر الطلعة في كل وقت. ستكون التقنية في نيوم أساساً ترتكز عليه المعيشة لتنشأ منها أول مجتمعات إدراكية يشهدها العالم. وستتحد أحدث التقنيات العالمية مع البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات الناس وتحسين حياتهم اليومية. سنصمم الخدمات لتكون سهلة في متناول الجميع، وسنخلق التجارب لتكون شخصية تناسب كل فرد على حدة. وباختصار، سنغير الحد الفاصل بين العالم الافتراضي والواقع to make a much better and brighter future. انطلاقة التغيير.